ما هي الحسنات التي تمحو السيئات؟ هذا السؤال. الحسنات اعظمها التوحيد، فان الله يمحو بها السيئات، وثم التوبه، توبه حسنه عظيمه، توبه الصادقه تمحى بها، يمحى بها الذنب الذي هيب منه. ان كان من ذنب معين محي بالتوبه الصادقه، وان كان من جميع الذنوب محيت بالتوبه الصادقه. وجميع الاعمال الصالحه لا تمحو السيئات، صلواته وزكواته وصومه وحجه وصدقاته واذكاره وذكره لله، كل هذا من اسباب السيئات. ان الحسنات من جميع الطاعات تبحث.